مشاهدينا، بالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا الثقيلة على مؤشرات الأسواق الأمريكية، فقد أغلقت يوم أمس كالتالي: سهم مايكروسوفت متراجع بأكثر من 16%، سهم أبل أيضا على تراجع بقرابة 13%، سهم ميتا مرتفع بربع في المية والسهم عند 320 دولارا، سهم انفيديا مرتفع بأكثر من 18% والسهم عند 469 دولارا. بالنسبة لسهم ألفابت متراجع بأكثر من 1% والسهم عند 130 دولارا، سهم كوالكوم على استقرار نوعا ما والسهم عند 120 دولارا، سهم أمازون متراجع بأكثر من 1% والسهم عند 140 دولارا، سهم تسلا متراجع تراجع كبير بأكثر من 5.5% والسهم عند قرابة 210 دولارات.